اكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الانتخابات البرلمانيه سوف تعقد في مواعيدها نهايه هذا العام ولا نيه لتاجيلها محلب قال انه يجري الان اعداد التجهيزات اللوجستيه والتجهيز الكامل لمجلس النواب المقبل وياتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه اللجنه العليا للانتخابات انها تواصل اجتماعاتها لاصدار قرار دعوه الناخبين للانتخابات البرلمانيه هذا ويفتتح المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم اعمال تطوير منطقه الفسطاط ومجمع الاديان ويرافقه العديد من الوزراء ويتفقد محلب المنطقه بعد تطويرها ورفع المخالفات واعاده بناء الطريق باكمله بزياده في ارتفاعه تبلغ مترا ونصف المتر تقريبا كما شهدت التغييرات في المنطقه اغلاق الشارع الموجود امام جامع عمرو بن العاص امام المرور واصبح للمشافقه مثل شارع المعز